أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم. من المواقع المحلية، ذهبوا لإحضار جثمان قريب لهم توفي بحادث مروري فاختطفتهم ميليشيا الحوثي. موقع ألماني، الرجال في اليمن اعتادوا على الجلوس إلى المائدة قبل النساء. ومن أخبارنا المنوعة، إيطاليا تفرض غرامة على لاجئ نظف الشارع دون تصريح. أهلا بكم. موقع الصحوانيت يروي قصة أسرة مات أحد أبنائها بحادث مروري في البيضاء فذهبت لإحضاره وحدث معها ما لم تتوقع. يعنون موقع الصحوانيت، ذهبوا لإحضار جثمان قريب لهم توفي بحادث سير فاختطفتهم الميليشيات بالبيضاء. قال مصدر محلي إن ميليشيا الحوثي بمحافظتي ذمار والبيضاء اختطفت مواطنين من محافظة إب. أضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي اختطفت أقارب المواطن حمود عبد ناجي الجلال أحد أبناء مديرية أظهار والذي توفي في محافظة حضرموت إثر حادث سير. وبحسب المصادر فإن الميليشيات اختطفت أقارب المتوفي في نقطة سنبان خارج مدينة ذمار أثناء ذهابهم لإحضار جثمانه من مدينة مارب التي تم نقل جثمانه إليها من حضرموت. وظل أقارب الجلال لساعات في سجون الحوثي لتتدخل وساطات محلية أفضت للإفراج عنهم بعد ضمانات عدة من قبل من قادوا تلك الوساطات. أكد المصدر معاودة ميليشيا الحوثي في نقطة أبو هاشم بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء اختطاف أقارب المواطن الجلال بعد ساعات من اختطافهم والإفراج عنهم في مشهد يؤكد همجية الميليشيا وسوء معاملتها للمواطنين وتقييد حركتهم اليومية. بعد يوم من تصعيد الإمارات، كما يقول الموقع بوست، اليونسكو تطلق حملة عالمية للحفاظ على سقطرى، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو حملة عالمية للحفاظ على جزيرة سقطرى اليمنية وحمايتها من العبث الذي يتهدد تاريخها وتراثها الطبيعي والإنساني. قالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها إن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الدولي بالثراء الكبير والتنوع البيولوجي الفريد لسقطرى وتراثها الثقافي الغني وأهمية الحفاظ عليه. أكدت اليونسكو في البيان أن حملتها ستنطلق من حديقة باليرمو النباتية في إيطاليا ومنها إلى كل الحدائق النباتية في جميع أنحاء أوروبا والعالم ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري وستتواصل حتى نهاية ديسمبر 2019. ودعت اليونسكو جمعية أصدقاء سقطرى والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم الفعاليات المختلفة مثل معارض التاريخ الطبيعي والتصوير الفوتوغرافي والندوات ومحاضرات عامة وغيرها من الفعاليات التي تبرز أهمية جزيرة سقطرى وتدعو للحفاظ عليها. وتأتي هذه الحملة في وقت تسعى فيه الإمارات إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الذي يتمتع بموقع استراتيجي هام في المحيط الهندي والبحر العربي ومحاولة تكرار سيناريو عدن. لماذا لا تقاتل السعودية بنفسها في حرب اليمن؟ يتساءل فرانسوا سودان في مقاله المنشور بصحيفة جون إفريك الفرنسية والذي ترجمته صحيفة الاستقلال الجزائرية. خوض حرب بالوكالة هو أحد مبادئ الخبير العسكري الصيني وصاحب كتاب فن الحرب الذي كتب قبل الميلاد سين تزو، وهذا بالضبط ما يفعله ابن سلمان مع اختلاف اليأس الذي ينتابه للحصول على النصر المنتظر. لقد اعتاد السعوديون كما نعلم منذ فترة طويلة على دفع أموال للأجانب لأداء المهام التي يعتبرونها تافهة أو ثانوية، فالحرب تشبه القيام بالأعمال المنزلية أو الأشغال العامة أو جمع القمامة. على الجبهة اليمنية، اليوم معظم المقاتلين الذين أرسلوا إلى الجبهة هم سودانيون، إذ تم إرسال ما بين 10,000 و14,000 مجند وفقاً للعائدين إلى الخرطوم من هذه الحرب. روى البعض كيف يتجنب الضباط السعوديون بعناية الاقتراب من الحدود ويرسلون الوكلاء إلى المواقع التي يحتلها الحوثيون، فالسعوديون لا يصنعون الحرب
فهم يستأجرون حلفاء للقيام بهذه المهمة، وهكذا سيكون الأمر إذا حدث عن طريق الصدفة اندلاع صراع بينهما وبين العدو المطلق إيران. لماذا يحتاج أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم إلى المساعدة؟ لماذا يوجد بلد على ورق لديه أكثر الوسائل تطوراً للدفاع عن نفسه وهو يبحث باستمرار عن الحماية؟ بعض الأسلحة والمعدات الأمريكية التي تباع إلى الجيش السعودي تضيع في نهاية المطاف في مجسات الفوضى اليمنية. هذه الأسلحة سلمتها الرياض للميليشيا السلفية المتحالفة معها، ثم حصل عليها الحوثيون في الحرب لتقع فيما بعد بأيدي الإيرانيين الذين يقصفون وينسخونها في بعض الأحيان. من الفخ الأفغاني إلى الانتحار الجماعي لمملكة سبأ القديمة، الحروب تتبع بعضها البعض وعلى حد سواء، وفي الخلفية ممثل رئيسي ومقاتل خائف، عدواني خجول عندما يصبح الخطر قريباً. إنها عائلة آل سعود. الأمراض والأوبئة ما زالت تختار اليمنيين للموت. موقع المصدر أونلاين قال إن طالباً جامعي توفي بوباء حمى الضنك الذي انتشر مؤخراً داخل أحد مساكن الطلاب الجامعيين في مديرية خور مكسر شرقي مدينة عدن. مصدر طبي قال للمصدر أونلاين إن الطالب ياسر عبد الله الشنقيطي توفي بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لحالة جفاف ومضاعفات في عمل الكلى، إلى جانب إصابة قرابة 5 أشخاص بالوباء ذاته. المصدر أشار إلى أن الوباء عاود الانتشار عقب هطول مياه الأمطار وتجمعها في بعض شوارع المدينة وأحيائها، بالإضافة إلى عشوائية مجاري الصرف الصحي في بعض مناطق المدينة أدت إلى اختلاطها بمياه الأمطار، كما أن تكدس القمامة في شوارع المدينة ضاعف من احتمالية انتشار الوباء. يتحدث موقع المشاهد نت عن مخاطر الإنجاب في زمن الحرب، خاصة بعد تعطل كثير من مراكز الصحة الإنجابية والتي تعتني بالأم والطفل. المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم قالت إن خدمات الصحة الإنجابية الموجهة للنساء اليمنيات في حاجة ماسة للتمويل، ففي نهاية شهر أغسطس تم إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 مستشفى يدعمها الصندوق في أنحاء اليمن، وهو ما سيؤثر على نحو 650 ألف امرأة في حاجة لخدمة الصحة الإنجابية، وسيصل العدد إلى أكثر من 1 مليون امرأة إن تم إغلاقها جميعا. تشير إحصائية الصندوق إلى أن 3 ولادات فقط من بين كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية، كما يموت 1 من بين كل 37 مولودا جديدا خلال الشهر الأول من الولادة. وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن نحو 144 ألف حامل معرضات لخطر مضاعفات الحمل، وأكثر من 1 مليون حامل ومرضعة يعانين سوء التغذية. إذ يقص علينا قاسم سليماني قصة حربنا، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: أنهى التمدد الإيراني انطلاقا من حرب الثمانينيات في العراق مرحلتين متداخلتين، مرحلة صراع الأنظمة العربية وإسرائيل ومرحلة صراع المنظمات الفلسطينية معها. نظام الأسد بهذا المعنى كان الهراوة التي طوعت المنطقة لاستقبال الخلاص الإيراني. في هذه الغضون زاد الأمر سوءا أن العرب الذين غادروا الحرب ولم يتمكنوا من دخول السلام. استعادة تلك العناوين تبدو ضرورية للإطلال على بعض ما يحدث اليوم. قاسم سليماني قائد فيلق القدس تحدث للتلفزيون مؤخرا عن حرب يفترض أنها حربنا، أو على الأقل حرب دارت على أرضنا. الخوارق الباعثة على التشويق لابد منها كي تكتمل ملامح الشخص الخارق، لكن يبقى أن دور سليماني هو أكثر ما يرمز إلى انتهاء الحروب العربية الإسرائيلية، أكانت نظامية أم منظماتية. القائد الإيراني هو من يملك أسرارها، هو من يعبر الحدود الوطنية تجيئة وذهابا لخوضها، هو صاحب روايتها بغض النظر عن دقة ما يرويه. لقد قال ما استنكف حزب الله نفسه عن قوله: إنه الأصيل الحزب وكيل. ذلك أن حاجة إيران إلى الحدود وإلى المعابر، أي إلى الحرب التي تمتلكها، هي التي تقرر ما يجري وما لا يجري. ذلك أن حاجة إيران إلى الحدود وإلى المعابر، أي إلى الحرب التي تمتلكها، هي التي تقرر ما يجري وما لا يجري داخل الدول المعنية. هذا ليس تغييراً سياسياً، بل تغيير لطبيعة الأشياء في المشرق.
أما أبرز نتائج هذا التحول الكبير فتعميم الفقر والجوع. مظاهرات العراق ردت بطريقتها بإحراق أعلام إيرانية وباتهام للميليشيات التي ترعاها طهران، وبالحديث عن نهب الأخ الأكبر الذي تخنقه العقوبات للثروة العراقية. ذلك أن الإمبراطورية التي استحوذت على الحرب وراحت توزع تبعاتها على المنطقة تملك ثروة واحدة أخرى توزعها على السكان، اسمها البؤس والإفقار حتى إشعار آخر. هذه هي الخاتمة السيئة الموشاة لقداسة القضية. يقضع اليمن منذ زمن طويل في الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين في المرتبة الأخيرة، وزادت الحرب وويلاتها من تدهور وضع النساء، ورغم ذلك يبقى هناك تفاؤل في هذا الشأن. ويعنون موقع الدي دبليو: اليمن، النضال من أجل حقوق المرأة في زمن الحرب. قال الموقع الألماني إن الخطوات الصغيرة التي كانت تحققت في اتجاه المساواة بين الرجل والمرأة تدمرت من جديد منذ أن طرد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في بداية 2015 الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي واحتلوا العاصمة صنعاء. وبعد نحو نصف عقد من الزمن من الحرب على السلطة يبقى نحو 24 مليون يمني، يعني 80% من مجموع السكان، محتاجين إلى المساعدات الإنسانية. وبما أن عددا كبيرا من الرجال يصابون بجروح أو يقتلون أو يشاركون في المعارك، فإن النساء مجبرات على مواجهة تحديات جديدة، فهن يجدن أنفسهن أثناء غياب الرجل في المسؤولية، ووجب عليهن كسب قوت عائلتهن. في اليمن يعتمد 10 ملايين شخص على المساعدات الغذائية، وحتى في هذا المجال تكون النساء معنيات أكثر من الرجال بتوفير الحياة، وعندما يكن حوامل أو يرضعن يعانين من نقص في الغذاء لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من الأكل، وليس لهن منفذ للرعاية الصحية. تقول سهاب شارين وهي ناشطة يمنية أن بعض العوائل تتلقى وجبة أكل واحدة في اليوم، وفي الغالب ما يأكل الرجال قبل النساء بحيث لا يبقى لهن شيء أحياناً. قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مدينة شبام اليمنية تواجه خطرا حقيقيا. وقالت الصحيفة متحدثة عن مدينة أولى ناطحات السحاب الصحراوية أن هذه المدينة تقع على حافة صحراء الربع الخالي الشاسعة التي تهيمن على شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيها الأبراج البيضاء والقلاع الرملية الطويلة. ووفقا للتقرير الذي ترجمه موقع يمن مونيتور، سبق وأن أطلق عليها المستكشف البريطاني فريا ستارك في عام 1930 اليمن الحديثة، وهي البلد الذي يسكنه أيضا عدد لا يحصى من الكنوز الأثرية التي أطلق عليها منهاتن الصحراء. وتحدث تقرير الصحيفة عن مملكة سبأ التي حكمتها ملكة سبأ الأسطورية والعديد من السلالات الأخرى في العالم القديم، والتي شهدت بزوغ وسقوط العديد من الحضارات، وكانت ثروتهم مرتبطة بمكانة اليمن على مفترق طرق تجارة البخور والتوابل المبكرة بين أفريقيا وآسيا. لفت التقرير إلى أن مدينة شبام انضمت إلى قائمة التراث العالمي عام 1985 مع مدينة صنعاء القديمة باعتبارها مدينة تاريخية تشكل منازلها الطينية أقدم مدينة ناطحات للسحاب في العالم، رغم أنها مبنية من الطين، وباعتبارها أعجوبة من أعاجيب الفن المعماري في العالم. وفقا لنظام هندسي دقيق توقف عنده الكثير من المعماريين، نقل التقرير عن المركز القانوني للحقوق والتنمية في صنعاء قوله أن ما لا يقل عن 712 مسجدا و206 مواقع أثرية تأثرت منذ اندلاع الحرب في عام 2015، ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، فالاستهداف المتعمد من قبل المتمردين الحوثيين وداعش والقاعدة والتحالف وتجارة التهريب المزدهرة ساهمت جميعها في فقدان الآلاف من الآثار. ويفيد تقرير الغارديان أن بلدة شبام نجت إلى حد كبير من العنف المباشر، لكنها ما زالت تعاني من سنوات الإهمال رغم كون موقع تراث عالمي تابع لمنظمة اليونسكو. الشعب الأجنبي، تحت هذا العنوان كتب باسل طلوز مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا:
عندما ينضب رصيدها الشعبي تلجأ الأنظمة المفلسة إلى ذرائع مثيرة للسخرية لاستدرار عطف الشارع معها، ومن ذلك ما انتهت إليه أجهزة الأمن السيساوية في تحقيقاتها عن التظاهرات التي اندلعت في المدن المصرية أخيراً ضد جنرالها المنقلب، فذهبت في مبرراتها الواهية إلى اتهام أجانب بالتحريض والمشاركة في التظاهرات. وعلى الرغم من أنني عشت ألف رجب ورأيت مليون عجب من أنظمتنا المستبدة، غير أنني أعترف بصراحة بأنني لم أعش مثل هذا العجب الجديد، فقد توقفت حدود معلوماتي عند أجانب يأتون لتفجير قنبلة أو حزام ناسف أو لاغتيال شخصية ما، ولكن لإشعال مظاهرة تطالب بإسقاط نظام حاكم لا شأن لها به، فهذا ما قلب مداركي وجعلني أعيد حساباتي بشأن المؤامرات التي يحملها السياح والزوار والرعاية في حقائبهم الملغومة. وتساءلت أي متهورين هؤلاء الذين يقدمون على الاغتراب وزج أنفسهم في شوارع مكتظة وسط أناس لا يعرفونهم ولا يتقنون لهجتهم، ومن ثم يرفعون قبضاتهم في الرياح وينادون بإسخاط من جنرال دموي لم تجف بعد دماء ضحاياه في ميداني رابعة العدوية والنحظة. ثم من يضمن على افتراضي أن أهل البلد الحقيقيين فهموا لهجة المحرضين الأجانب أن تجد هتافاتهم صدى في نفوس الشعب فيشاركونهم الهتاف وتتسع التظاهرة لتشمل مدنا أخرى ولتصبح مطلبا شعبيا جماعيا؟ لست حانقا على أي أجنبي جازف باقتراف هذه الجريمة، لأنني مدرك تماما أن الشعب المصري كله يمكن أن يصبح أجنبيا في نظر جنرال الانقلاب وتغمته، خصوصا عندما يثور عليه وينادي بإسقاطه، وعندها يغدو دمه مباحا للسفك في الميادين والشوارع على قاعدة أنه ليس ثمة وطني حقيقي في مصر غير الطاغية وأزلامه، مثلما أدرك أننا نحن الأجانب العرب نختزن من الغيظ المشروع على هذه الطغمة ما يدفعنا إلى الانخراط في أي تظاهرة تنادي بإسقاطها حتى ولو اندلعت في هونولولو. نطالع من صحيفة فاينانشال تايمز بعدما جاء في افتتاحيتها بعنوان الحروب التجارية تدفع الاقتصاد العالمي للهاوية. تقول الصحيفة إن الاقتصاد العالمي على شفا الهاوية، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيدخل في مرحلة كساد أو سيتجه فقط إلى مرحلة من الركود. تضيف الصحيفة أنه في كلا الحالتين فإن البيانات الاقتصادية التي نشرت يجب أن تدعو العالم إلى الانتباه واليقظة، ويجب على الساسة أن ينظروا إلى ما هو أبعد من مصالحهم الوطنية قصيرة المدى والانتباه إلى الصورة الكبيرة، وهي أن الاقتصاد الدولي يوشك على الانهيار تحت وطأة الحروب التجارية التي تدور في عدد من الجبهات في العالم. تقول الصحيفة أن الساسة لديهم أسبابهم لاستمرار الحروب التجارية، ولكن يجب أن تتغلب الحكمة على المصالح الصغيرة. وتضيف أن ألمانيا عماد الصناعة الأوروبية تعاني جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني، كما تعاني جراء ضعف الاقتصاد البريطاني تحسبا لتبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي. المتطرفون الغربيون لا يريدونك أن تساهم في أنشطتهم وأن تصبح جزءا من عالمهم. ما حدث في إيطاليا لأحد مقدمي اللجوء يؤكد ذلك وفقا لموقع المهاجر نيوز. إيطاليا عندما يصبح تنظيف الشارع جريمة، فبعد حملة تضامن واسعة السلطات الإيطالية تتراجع عن تغريم طالب لجوء نيجيري مبلغ 350 يورو، وذلك بتهمة تنظيف الشوارع دون تصريح. لثمان ساعات يوميا ينظف الشاب النيجيري موندي والذي يبلغ من العمر 29 عاما شوارع مدينة مستر الإيطالية القريبة من البندقية، حيث يقوم بالتقاط القمامة وأوراق الأشجار المتراكمة على الأرصفة وفي المزاريب. يقول موندي وهو طالب لجوء في إيطاليا أنه قام بتغيير مكنسته 3 مرات خلال عام، منوها إلى عمله الدؤوب وعدم نيته التوقف عن خدمة المجتمع حد قوله. تفاجأ موندي يوم الاثنين 23 سبتمبر بتعرضه للمساءلة من قبل رجال الشرطة الذين غرموه مبلغ 350 يورو لتنظيف الشارع دون إذن.
لكن سرعان ما تراجعت السلطات وقامت بإلغاء الغرامة بعد يومين من حملات التضامن الواسعة مع الشاب النيجيري. قال موندي لمهاجر نيوز إن رجال الشرطة أكدوا تلقيهم شكاوى من مواطن إيطالي بخصوص تنظيفه للشوارع، وعلق موندي: لا أصدق أن أحدا ما اشتكى، أنا لا أسلب عمل أحد. أضاف: لا يستطيع عمال النظافة رعاية المدينة بأكملها، وكثيرا ما يتم إلقاء اللوم على السلطات المحلية بسبب إهمالها في النظافة في ميستري والتي يبلغ عدد سكانها 90,000 نسمة. أعلنت شرطة ميستري أنها ألغت الغرامة بعد تلقيها عدة مكالمات هاتفية من سكان محليين معترضين عليها. وادعت السلطات في بيانها أن الضباط الذين فرضوا الغرامة عديم الخبرة. بينما يبدأ العراق بالعثور على السلام، فإنه يصبح مرة أخرى ساحة المعركة لحرب أمريكية بالوكالة. تحت هذا العنوان كتب باتريك كوكرين الاندبندنت أو في الاندبندنت، ترجمه علاء الدين أبو زينة في موقع لند. بالنظر إلى أن العراق وإيران من بين الدول القليلة التي يقودها الشيعة في العالم، فمن غير المستغرب أن يشعر البلدان بأن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهما. وقد شهد العراق ما بعد صدام أول حكومة عربية شيعية تتولى السلطة في المنطقة منذ أطاح صلاح الدين بالفاطميين في مصر في القرن 12. وثمة سبب آخر يجعل من غير المرجح أن تصل محاولة السيد ترامب داحر النفوذ الإيراني إلى أي مكان، هو أن حلفاء إيران شبه العسكريين قد انتصروا، أو على الأقل اعتقدوا بانتصارهم في الحروب في لبنان وسوريا والعراق واليمن خلال العقدين الأخيرين. وتتمتع إيران بالبراعة اللازمة للعب ألعاب الشطرنج السياسية العراقية، وتعمل كوسيط بين مختلف الفصائل ومراكز القوة هناك. لقد تمتع العراق بسلام نسبي منذ عامين بعد هزيمة داعش مع استعادة الموصل في العام 2017، وقد اختفت من بغداد إلى حد كبير المئات من نقاط التفتيش الأمنية والجدران الخرسانية المضادة للقنابل. وتمتلئ المدينة اليوم بالمطاعم والمحلات التجارية الجديدة، والشوارع تبقى مكتظة بالناس حتى وقت متأخر من الليل. لكن العديد من العراقيين يتساءلون إلى متى سيستمر هذا الوضع في حال تصاعدت المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب حقيقية. يشكل العراق واحداً من الأماكن حيث يمكن للولايات المتحدة وحلفائها محاولة الانتقام، ومن المرجح أن يكون هدفهم الرئيسي هو الحشد، ويمكن أن يثير مثل هذا الانتقام بدوره هجمات تشن على قواعد أمريكية ستكون مكشوفة في عصر الطائرات من دون طيار. ويخشى العراقيون فكرة نشوب صراع عسكري آخر، لكنهم يخشون احتمال أن يكون هذا الصراع سائرا في اتجاههم هم على أي حال. مع تكثيف الحملة العسكرية ضد داعش في العراق، وثق المصور إيفور بريكيت في جريدة الجارديان الأيام الأخيرة لجماعة داعش في الموصل، معقلها الأخير في العراق والأشخاص المحاصرين هناك. نتابع. يظل الكاريكاتير فنا ينافس الكلمة والصورة فيختصر العبارات برسمة واحدة. نتابع جزءا من تلك المنافسة.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.